كل يوم في حياتنا بنمر بكتير من الأحداث، بس في ناس مرت بحاجات ملهاش تفسير. أنا هحكي لكم الأحداث دي من على لسان أصحابها زي ما هم حكوها لي في وقائع حقيقية. وده أول يوم ليا في المكان، حسيت زي ما يكون في حد بينده باسمي. استغربت جدا لأنه أنا لسه ملحقتش أتعرف على حد أصلا، أنا لسه جاي من كام ساعة. بس استغربت أكتر لما حسيت إن الصوت صوت حريمي، وإحنا شغالين في موقع في الصحراء، وما أعتقدش إن الشركة بتسمح لأي حد من المهندسين اللي هنا إنه يجيب مراته معاه، وحتى ولو بتسمح مين الست اللي هتندم عليا. استغربت، بس كنت تعبان جدا وكسلت أقوم من على السرير. لما عيني غفلت شفت شابة جميلة جدا، تقريبا سنها ما بين 24 ل 28 سنة، ما كانتش أكبر من كده. كانت بريئة وعندها ملامح طفولة جميلة جدا، وضحكتها مميزة وعينيها حلوة جدا. وشفتها وهي واقفة وبتنده عليا، معرفش، أنا فضلت أسمعها بتنده عليا ومفيش حاجة تانية حصلت. بس ده نفس الصوت اللي أنا كنت سامعه. صحيت من النوم وقعدت على السرير وقعد أفكر، هو في إيه؟ انا ايه اللي بيحصل لي ده؟ مين دي؟ وازاي انا سمعت صوتها قبل ما نام وفي الحلم سمعت صوتها؟ في حاجة غريبة، كنت هتجنن. وببص في الساعة لقيتها الساعة 1 بالليل. اتفزعت لما شفت الساعة بتاعتي ورميت الساعة ومسكت الموبايل ولقيت برضو الساعة 1. معقولة انا نمت وصحيت وحلمت وكل ده والوقت ما اتحركش؟ في اللحظة دي ابتديت احس زي ما يكون في حد بيخبط على كتافي. انا كنت قاعد في الاوضه لوحدي، عشان كده اترجفت جامد وقمت من على السرير جاي. بس لقيتها واقفة جنب السرير بتاعي زي ما شفتها في الحلم بالظبط، بتنده عليا. فضلت استعيذ بالله وكنت مرعوب جدا، بس كنت حاسس ان هي مش عايزة تخوفني وان هي عايزة تقولي حاجة. بس هي مين وازاي بتظهر لي اصلا؟ الموضوع كان مريب جدا بالنسبة لي. فضلت كده خايف حتى اروح ناحية السرير ومش عارف اعمل ايه، ولقيت نفسي بقعد على الارض وسندت راسي على رجلي وعيني غفلت. ولقيتها قدامي بتشدني من يدي وبتقومني من على الارض. بس انا ما كنتش في الاوضه اللي انا كنت فيها قبل ما نام. ده مكان غريب، المكان ده زي ما يكون، ايوه ده منطقه العمل بتاعه المشروع. ايه ده؟ انا شايفها وهي بتلعب هنا، بس كان سنها اصغر من كده، دي تقريبا عندها 14 15 سنه. كانت بتلعب مع، ايه ده؟ ده ابن صاحب الشركه، انا عارفه، ده الباشمهندس عصام. بس هو اكبر من كده شوية. ايه ده؟ ده عصام خدها وراحوا في مكان ورا الجبل. ايه ده؟ ده في علاقة ما بينهم، في حاجة غلط، انا مش فاهم في ايه، بس واضح ان في شيء مش مظبوط. وفجأة فتحت عينيا ولقيت نفسي في اوضتي، ولقيت عم محروس بيقول لي يا ابني مالك؟ ايه اللي نيمك على الارض كده؟ تلو حكاية غريبة جدا يا عم محروس. قال لي طب احكي لي يا ابني في ايه؟ تلو مش وقته دلوقتي، بس هحكي لك بعدين، وهحتاج اقعد معاك يا عم محروس لاني معرفش حد في المكان هنا غيرك. قال لي يا باشمهندس انت زي ولدي، انت عارف غلاوتك عندي. قلت له ماشي يا عم محروس، ورحت للمكان العمل بتاع الموقع وكان فعلا زي ما شفته. وتمشيت شوية وفعلا لقيت المكان اللي راح فيه الباشمهندس عصام مع البنت دي ورا الجبل، لقيت كل التفاصيل بالظبط. بس هو ازاي بنت تيجي هنا اصلا؟ احنا في قلب الصحراء، ده مستحيل. وثانيا دي باين عليها بنت بسيطة، عصام جابها ازاي هنا؟ في حاجة غلط. فضلت طول اليوم بفكر في الموضوع، بحاول افهم هو ايه اللي انا شفته ده، ايه الحكاية دي. بس ما كانش فيه اي تفسير. ورجعت ودورت على عم محروس وسألته، هو الباشمهندس عصام بيجيب بنات هنا؟ بص لي كده وابتسم وقال لي ما انت عارف عصام يا ابني، ده واد شمال وفاسد. قلت له عارف، بس يعني احنا بعيد عن العمران بكتير. قال لي هي ظهرت لك؟ قلت له مين؟
قال لي بسمة. قلت له انت عارفها؟ قال لي ما عرفهاش ازاي. طبعا عارفها. قلت له هو ايه حكايته؟ قال لي هقول لك اللي اعرفه، بس انا ما قلتش حاجة. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا عندي عيال وعايز اربيهم، وبلاش تجيب سيرتي في الموضوع ده. قلت له حاضر يا عم حرف، احكي لي طيب ايه اللي حصل. قال لي انت عارف طبعا ان البشمهندس عصام عنده شاليه قريب مننا هنا على بعد 2 كيلو. قلت له اه. قال لي في يوم من الايام بنت تقريبا عندها 15-16 سنة، هو بيقول ان هو لقاها تايهة، والله اعلم اذا كان لقاها تايهة ولا هو خطفها ولا دي. قلت له دي ايه بالظبط؟ قال لي ولا دي بنته. قلت له ايه بنته؟ قال لي بص يا ابني انا مش هظلم حد، انا معرفش. قلت له طب كمل ايه اللي تعرفه؟ قال لي ان هو من فترة جاب البنت دي وعاشت في الشاليه، والوقت اللي كان بيوقف فيه الشغل هنا في الموقع كنت ببقى قاعد انا والغفر، لكن المهندسين كلهم بيبقوا في اجازة. كان بيجي باشمهندس عصام هو البنت دي، كان بيلعبوا، كان احيانا بيبقى فيه حاجات لمؤاخذة. قلت له فاهم فاهم. طب لمؤاخذة ازاي وانت بتقول ان هي ممكن تكون بنته؟ قال لي يا ابني هو اللي زي ده هيفرق معاه؟ ده راجل نجس. قلت له اه. طيب كمل. قال لي فضلت فترة طويلة على نفس الحال، ييجوا في الاجازات ويفضلوا يلعبوا ويقضوا الليل هنا، وبعدها ابتدى باشمهندس عصام يجيب ناس تاني معاه. والشهادة لله البنت كانت غلبانة وكان بيبقى غصبا عنها، بس اعتقد ان هو كان مهددها بحاجة، والناس اللي كان بيجيبها دي ناس عليوي قوي مش ناس سهلة. وكنا بنشوف البنت وهي مروحة، كانت بتبكي وكتير، كنا بنشوفها بتجري تحاول تهرب منهم، وبعدين البنت دي اختفت. قلت له اختفت ازاي يعني؟ قال لي من سنتين كده لقينا الباشمهندس عصام راجع وكان البنطلون بتاعه عليه دم. لما سألناه في ايه قال لنا اللي هيفتح بقه فيكم مش هيشوف الشمس تاني، هسجنه مش هخليه يشوف الشمس تاني. طبعا اللي كانوا موجودين كنت انا وعمك خالد اللي ساب الشغل وقال انا ارجع بلدي ومليش دعوة بالدوشة دي، وعمك صالح اللي لسه ميت من 4 شهور. وصالح قبل ما يموت قال لي يا محروس حاول تتكلم، هو في الغالب قتل البنت المسكينة دي وتواها، وروح البنت دي مش هتسكت إلا لو خدت حقها، البنت دي اتظلمت في الدنيا. قلت له يعني انت بتتكلم على جريمة قتل؟ طب انت عرفت منين ان روحها بتظهر؟ قال لي يا باشمهندس ما انت مش اول واحد روحها تظهر له، بس قلت له ايه؟ قال لي قبل كده ما كانوش بيقضوا اول ليلة، مجرد ما تظهر لهم كانوا بيسيبوا الموقع ويجروا. ده في مهندس قبلك ظهرت له ورجع القاهرة وهو سايق بالملابس الداخلية. قلت له للدرجة دي؟ قال لي اه يا ابني الموضوع كبير، وهقول لك حاجة بلاش تورط نفسك فيه، لانه الروح دي
مش هتسيبك. لو انت اتمديت معاها ومعرفتش تجيب لها حقها هتنتقم منك انت كمان. انت لسه على البر، الحق اهرب بنفسك. وهو بيتكلم انا شفت بسمة وقفاره، بس المرة دي شفتها في منظر مختلف تمام. شفتها وهي مضروبة في حاجة زي فاس في دماغها، ودماغها مشقوقة والدم بيشر على جسمها، بس كان في ضربة تاني، ده زي ما يكون خنجر وضربها عند فوق كليتها من الجنب. واللي لاحظته ان هي كانت تعبانة من الفاس اكتر من الخنجر، وكانت بتحاول تشيل الفاس لكن مش قادرة. ولسه كنت هقول لعم محروس ولقيتها بتشاورلي، فهمت ان هي عايزاني ما تكلمش معها، وفعلا شكرته وسكت ورجعت اوضتي وانا مش عارف اعمل ايه. هو فعلا الموضوع كبير وانا مفيش حل في يدي. في اليوم ده جه على ذهني واحد كان دفعتي، بس هو دخل حقوق واشتغل وكيل نيابة. اتصلت بيه وقلت له الحكاية بالظبط، فضل يضحك وقال لي انت خلاص الصحراء لحست دماغك وبقيت تشوف عفاريت، الكلام اللي انت بتقوله ده انا ما اقدرش احركه الا لو جبت لي أدلة. قلت له طب والبنت المختفية دي؟ قال لي دي مش أدلة، اصلا محدش بلغ عن اختفائها. قلت له طب انا هبلغ. ضحك وقال لي وانت تقرب لها ايه عشان ناخد ببلاغك اصلا؟ انت تعرف اسم ابوها؟ قلت له لا. قال لي بتقعد ساكت، ولو انت المكان اللي انت فيه ده تعبك قوي سيبه يا عم وروح شوف لك موقع تاني. وقفل معايا. انا حسيت ان انا متضايق جدا وحسيت بحالة من الاكتئاب، مع اني معرفش البنت ومعرفش ايه التفاصيل ولا ايه اللي حصل لها ولا ايه الحقيقة، بس حسيت فعلا ان البنت دي اتظلمت. وانا قاعد افكر لقيت تليفوني بيرد، ولقيت صاحبي وكيل النيابة بيقول لي اوصف لي شكل البنت اللي انت بتقول شفتها دي بسرعة. وصفتها له، قال لي البنت دي واخدة زي ما يكون فاس في دماغها وفي جنبها سكينة. قلت له اه. قال لي طب انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. قلت له فيه؟ قال لي كل ما غمض عينيا اشوفها. قلت له عرفت ان انا مش بخطرف. قال لي الله يخرب بيتك، انا كان مالي بيك؟ انت بتورطني في حاجه زي دي ايه؟ انا مالي؟ قلت له انا ما ورطتكش على فكره، هي اختارتك معايا عشان نجيب لها حقها. قال لي يا ابني انت اللي انت بتقوله ده مستحيل، انا مش عارف يعني اللي انت بتقوله ده قانونيا ما ينفعش. قلت له اه هو قانونيا ما ينفعش، بس الروح دي مش هترتاح الا لو خدت حقها من اللي قتلها. قال لي طب بص. قلت له قال لي لازم يكون في جثه، واكيد الجثه عندك في مكان. انت مش ملاحظ حاجه غريبه في المكان؟ انا ممكن اكلم حد في المباحث صاحبي يجي يشوف الموقع بتاعكم، بس انت تشاور له يدور فين. قلت له سيبني لبكره وانا واثق ان هي هتطلع وتشاور لي على المكان. قال لي انت مجنون، مش عارف اخرة اللي انت هتعمله فينا ده ايه. وقفل معايا وانا شفتها بتبتسم لي ولقيتها بتشاور لي اطلع البلكونة. وطلعت فعلا ولقيتها بتشاور بايديها على المكان اللي ورا اوضة عم محروس بالظبط، واختفت من جنبي وشفتها واقفة هناك. استغربت وما فهمتش حاجة، بس اتصلت بوكيل النيابة وقلت له. قال لي طيب بص، احنا هنقول ان انت عندكم مخالفات كيماوية او اي حاجة، وانا هخلي صاحبي يجي عندكم وانت سهل له الامور، لان انا مش هقدر اطلعه التصريح من النيابة على علامات بتديها لنا عفريتة. قلت له تمام مفيش مشكلة. قال لي تمام. وفعلا نمت، بس الليلة دي نمت هادي جدا. وصحيت تاني يوم الصبح زبطت نفسي وفضلت مستني وكأني مش عارف اي حاجة، لحد ما وصل ظبط المباحث وعمل نفسه ان هو يعرفني وسلم عليا، مع ان دي كانت اول مرة اشوفه، ومشي معايا وبيقول لي فين المكان. شاورت له عليه، كان عامل حسابه كان جايب كلاب بوليسية خلى الكلاب تشمشم، وفعلا الكلاب طلعت كفن، كفن قديم ومدفوع. بس الظابط لما سأل فين صاحب الاوضة دي محدش لقى عم محروس في المكان خالص. الغريبة ان هو كان معانا، اختفى فين محدش يعرف،
الكفن بالجثة طلعوا، والجثة راحت للمشرحة، واللي هناك اكتشفوا حاجات كتير. اكتشفوا ان دي كانت بنت عم محروس، ودي كانت علامة استفهام كبير. هما ما يدروش يربطوا ما بين الباشمهندس عصام وما بين البنت دي. هما كانوا فاكرين ان عم محروس جايب بنته في المكان وقتلها، بس مش دي الحقيقة. انا ما كنتش اعرف ان هي بنته، بس في نفس الوقت هي ازاي بنته؟ ازاي بنته وقبل عليها ان يحصل كده؟ كنت مستغرب جدا ومش قادر افهم اي حاجة. بس افتكرت حكاية الشاليه اللي على بعد 2 كيلو من الموقع بتاع الباشمهندس عصام. اتصلت على طول بوكيل النيابة وقلت له انا عرفت مكان عم محروس. قال لي تمام، قول لنا عليه واحنا هخلي الصابط يبعت قوة ويقبض عليه. وفعلا لقوا عم محروس في المكان بالظبط. في اليوم ده لقيتها بتظهر لي وبتشيل السكينة الصغيرة وماسكة الفاس وقعدت تعيط. فهمت ان عم محروس مش هو اللي قتلها، وان اللي قتلها هو عصام. بس كان في علامة استفهام، هي ازاي بنت عم محروس؟ سألت وكيل النيابة، وانتوا عرفتوا ازاي ان هي بنته؟ قال لي احنا لقينا شهادة ميلادها واوراق كتيرة خاصة بيها في اوضة عم محروس. قلت له ايه؟ لقيتوا شهادة ميلادها؟ قال لي اه. قلت له الورق اللي انتوا لقيتوه ده كله مزور، وعايز تتأكد من كلامي اطلب تحليل الدي ان ايه للجثة وللاب. قال لي ما ده كده كده هيحصل. قلت له تمام، لما هيجيلك في التقرير انا متأكد ان هي مش بنت عم محروس، وان الورق اللي انتوا لقيتوه ده ورق مزور. قال لي بص، هو كان في حاجة غريبة. قلت له ايه؟ قال لي هما لما طلعوا الجثة ما لقوها زي ما انت فاهم. قلت له هما لقوها ازاي؟ قال لي الجثة كانت محطوطة في انبوبة فورمالين ومتكفنة ومدفونة. قلت له ايه؟ قال لي ايوه، ما ده الموضوع الغريب، الجثة كانت جوه انبوبة فورمالين، فعشان كده ملامح الجثة لسه زي ما هي. قلت له هو احنا احيانا بنستخدم الفورمالين احيانا عندنا في معمل العينات، وبيبقى فيه انابيب منه، بس ايه اللي يخليهم يحفظوها جوه انبوبة فورمالين؟ قال لي لان اللي دفنها مش هو اللي قتلها. قلت له قصدك ايه؟ قال لي لانه مستحيل محروس ده كان هيدفنها جنب اوضته لو هو اللي قتلها. قلت له انت قصدك مين؟ قال لي ان التقرير المبدئي للطب الشرعي بيقول ان اللي ضربها بالفاس حد اشول، واللي ضربها بالخنجر كان حد ايمن، وده معناه انه في 2 هما اللي قتلوها مش واحد بس. قلت له انا عارف التاني. قال لي ما انت قلت لي عصام. قلت له اه. قال لي ما هو ده برضه هيجي رجله في الموضوع، لان حسب كلامك اللي انت قلتهولي ان هو مارس الجنس معاها، فبالتالي هنلاقي بسهولة جدا حمض النووي، وبكده هنقدر نقبض عليه بسهولة. قلت له تمام. طب ودلوقتي عم محروس ده انت هتعمله معاه؟ قال لي عم محروس ده اللي محدش فاهم لحد دلوقتي هو كان ايه دوره في الموضوع. قلت له انا شفتها عم محروس بيحاول يطفشني، كانت واقفة وراه، ولما لسه كنت هقول له ان هي واقفة وراك وكده فضلت تشاور وصرخت وعيطت. قال لي عم محروس ده ورا سر. قلت له طب انت هتعرف السر ده ازاي؟ قال لي يا اما الروح هتساعدنا، يا اما حظه حلو وهنلاقي عليه حاجة في اوضته او في المكان اللي كان مستخبي فيه، او ممكن هو يعترف مع الضغط. قلت له ماشي. دخلت اريح ولقيتها جاتلي تاني، بس وهي عندها تقريبا 15-16 سنة، بس انا شفتها في مكان ريفي، ولقيتها ماسكة ايد عم محروس وبتمشي معاه. دي تقريبا زي ما تكون قرية. ايوه دي قرية، بس ايه اللي جابها هنا؟ شفتها وهي بتركب مع عم محروس القطر، وهو ادى لابوها على المحطة شوية فلوس كده وقال له ما تخافش بنتك هتبقى في امان وهتبقى في مكان احسن بكتير ما تخافش. ولقيت ابوها بيحضنها، عم محروس مسكها من يدها وشدها على القطر وقال له ما تخافش بنتك هتروح لعريسها. ولقيته راح بيها الشقة، شقة في مكان عشوائي، والبنت كانت خايفة. قال لها انا ما ينفعش اوديكي للبيه غير لما ادوه كان الاول. وشفته وهو بيتحرش بيها بيحاول يبوسها بهمجية وحشية جدا، وبعدين لقيته بيسحبها من يدها وبيركبوا العربية، ولقيتهم رايحين ناحية الشاليه. وهناك شفت عصام، ولقيت عم محروس بيقول له هي خدمتك بسمة تحت امرك يا باشا. قال له تمام يا محروس، خلصت كل حاجة مع اهلها؟ قال له اه. قال له طب ما عدتهاش ليه على مدام اماني تنظفها شوية وتلبسها لبس غير اللي هي لابساه ده؟ قال له يا باشا
انا كنت فاكرك عايزها بلدي بلبسها البلدي. قال له طب خلاص روح انت محروس. شفت البنت وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل بس مستسلمة. شفت عصام وهو بينام معاها بيقول لها انت من دلوقتي تعتبري نفسك مراتي وهتعيشي هنا لحد ما نزهق منك وهسيبك. وقال لها ان اهلها خدوا تمنها. شفتها بعد ما عصام خلص وهي بتبكي ودخلت الحمام وفضلت تبكي في حرقة. بعدين لقيتها بتنام على الارض. فضلت بص لعصام وخايفة. بعد كم يوم شفت عصام وهو داخل عليها وكان معاه 2 ستات وهو بيقول لها الستات دي هتعمل لك عملية صغيرة بس عملية هتشكريني عليها باقي عمرك. قالت له عملية ايه؟ قال لها الستات دي هتشلك الرحم عشان ما يجيش منك وجع دماغ. ولقيت الستات بتكتفها وبتدخل معاها. في واحدة فيهم قالت للتانية خلاص البنت دي ضعيفة سيبيها لي وانا هعمل كل حاجة لوحدي. قالت لها متأكدة؟ قالت لها ملكيش دعوة انا هقوم بالليلة لوحدي. فطلعت التانية. الست بصت لبسمة وقالت لها بصي انا هعورك بس مش هشلك الرحم وانت حاولي تهربي منه في اسرع وقت. ده حيوان ما بيحسش ولو عرف ان انا ما شلتش رحمك مش هيرحمني. انت فاهمة انا لولا ان انت عيلة صغيرة ما كنتش هتصعبي عليا بس حرام عليا اعمل فيكي كده. ولقيت بسمة وهي بتحاول تبوس يد الست ورجليها وبتشكرها. الست قالت لها خلاص وبعتتها عنها جامد. في الوقت ده لقيتها بتفتح بطنها بالمشلط وفعلا عورتها في المكان اللي المفروض كان يتعمل فيه العملية وسابتها بتنزف وخرجت. وقالت لصاحبتها انا خلصت كل حاجة والدنيا تمام انا بس هخيط لها الجرح وخلاص هنمشي. قالت لها يعني كله تمام؟ قالت لها طمني البي وخدي منه باقي عملتنا. قالت لها تمام برافو عليك. وفعلا الست التانية طلعت لعصام وخدت منه الفلوس. فضلت الست جوه تخيط في الجرح اللي عملته لبسمة وبسمة بتتألم بتعيط لأن كل ده حصل من غير بنج. بعد ما خلصت الست بسمة حاولت تستجمع قوتها وفضلت تبوس في يد الست. قالت لها يا بنتي بدل العذاب ده كله مش كنت سبتيني اديكي بنج؟ قالت لها كده اريحلي انا كنت هفضل قلقانة. قالت لها طيب خلي بالك اوعي يعرف. قالت لها وعدك. والستات دي اختفت. وشفت بسمة وهي بتحاول تهرب من محروس اللي كان بيطالبها ان ينام معاها وكان دايما بيحاول يأذيها ويتحرش بيها في الوقت اللي ما يكونش فيه عصام موجود. وفي يوم سمعت حوار ما بين بسمة وما بين محروس. بسمة قالت لمحروس انه هي حامل. قال لها من مين؟ وفضل يضرب فيها. قالت له انا عايزاك تساعدني. قال لها اصلا انت حامل ازاي؟ انت مش تشلك الرحم؟ قالت له لا. ولقيته بيطلع خنجر من جيبه وغرسه بطنها وطلع جري. اتصل بعصام وهي بتنزف وقال له انا جاي لك حالا. شفت عصام جايب العربيه زي المجنون ونزل واول حاجه عملها ضرب بسمه فوق دماغها بالفاس اللي معاه 3 مرات طبعا ماتت. شفت محروس وهو بيقول للباشا انا دلوقتي لازم ارجع يا باشا وانت هترجع بعد شويه وتهدد كل الغفر الموجودين في المكان. قال له انت كده بتلبسني؟ قال له لا. قال له الغفر لو عرفوا ان انا شريكك في الموضوع مش هيتلموا لكن لو عرفوا ان الموضوع يخص سيادتك لوحدك الموضوع هيتلم ومحدش هيتكلم. قال له طب هنعمل ايه في الجثه دي؟ قال له ما تخافش انا هرجع لها بس لازم الغفر ما يحسوش ان انا مش معاك. قال له طيب. ولقيت محروس بيرجع جري وعصام فعلا اتحرك وفضل قاعد بره الشاليه وبيشرب سيجاره. بس انا شفت عم صالح كان مستخبي. لقيته قاعد يبكي وبيقول يا ريتك ما اتكلمتي يا ريتك ما اتكلمتي تقريبا. ايوه ده معاه هدومها. عم صالح كان هو الوسيله اللي هي مرتبها للهرب. ايوه. بعد شويه عصام رجع للموقع تاني ولقيت عم صالح بيدخل وخد كوسه بسمه وهو اللي حطها في انبوبه من الفورمالين من تصنيعه ودفنها ورا الاوضه بتاعت محروس. وانا لقيت نفسي صحيت صوت التليفون كان عالي جدا. لقيت وكيل النيابه بيتصل بيا وبيقول لي الحقني. قلت له ايه؟ قال لي احنا اكتشفنا ان البنت كانت حامل. قلت له انا عارف وعارف كمان ان البنت دي مش بنت محروس. محروس ده كان بيجيب البنات من القرية بتاعته عشان البهوات وبيضرب لهم ورق عشان لو حصل حاجة. قال لي تمام انا ابلغ المباحث بكده واحنا هنطلب تحليل دي ان ايه لعصام. في اللحظة دي وكيل النيابة بيكلمني كنت شايفها واقفة قدامي بس المرة دي الفاس ما كانش موجود. كانت مجروحة لكن الفاس ما كانش موجود. ولقيتها شاورت لي. انا ما حسيتش بنفسي غير على صوت وكيل النيابه وبيقول لي انت رحت فين؟ قلت له معاك. قال لي في ايه؟ قلت له اخيرا روحها ارتاحت وخدت حقها.
قال لي يعني انا اخيرا هعرف انام. قلت له يتهيالي ان هي مش هتجي لك تاني. وفعلا من يومها ما شفناهاش تاني، بس انا بقيت بزور قبرها تقريبا كل شهر مرة وبقرا لها الفاتحة. الله يرحمها. عايز اقولك ان كل حاجة اتقالت في الحلقة دي هي فعلا حاجات حصلت مع ناس ممكن تصدقها، ممكن تشوف ان هي امور مش معقولة، بس ده اللي حصل واكيد ملوش عندي تفسير. ودي كانت وقائع حقيقية.